مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، شوطنا الخامس والعشرون، آخر أشواطنا في صباح هذا اليوم لسن اللقاية، في يوم اللقاية يوم المفاجآت يعتبر آخر أشواط الإنتاج كذلك، خصص للجعدان المهجنات الأصايل. أتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة، مهول على المركز الأول محمد بن بطحان بن قران المنصوري، يتقدم على المركز الأول ويقدم مهول في أول الأسماء. المركز الثاني هذا ربدان القادم، بارك بن محمد بن نصرة العامري القادم مع ربدان على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مرصاد لعبد الله بن سالم بن رمينة العامري. المركز الرابع الباز خالد بن المر بن حلوى الاشتبي يقدم الباز على المركز الرابع. المركز الخامس نشوان لسالم بن كاسب المسافري، سالم بن سعيد بن كاسب المسافري قادم ويقدم نشوان على المركز الخامس. سادس المراكز والم قادم عامر بن محمد بن زايد المنصوري، من يقدم والم على المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر يتقدم ويتسلل في هذه اللحظات لهب القادم، لهب القادم جابر بشعيفي بن سبت الخيلي قادم مع انطلاقة لهب على المركز الثامن. المركز التاسع وصل في هذه اللحظات شيان لخليفة بن سالم بن حلوكة. المركز العاشر ناخذ المركز العاشر ونتابع، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق شعار ياتينا ويتقدم مع كرار سهيل بن سالم بن حمد بن يطمع العامري. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة ميادين السماق الذي يحتضن هذه الانطلاقات وهذه التحديات. لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والمركز الأول. صدارة هذا الشوط لا زال على المركز الأول مهول محمد بن بطحان بن قران المنصوري، يتقدم على المركز الأول، يقدم إنتاجه في شوط الإنتاج آخر أشواط المرموم. المركز الثاني قادم ربدان مبارك بن محمد بن نصر العامري، يقدم ربدان على المركز الثاني. والمركز الثالث وصل مستحيل القادم، اول ندى لمستحيل احمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، غير مستحيل الى المركز الثاني بن يطمع وبن حلوكه في تنافس على المركز الثالث. لكن المركز الثالث مع كراس هير بن سالم بن حمد بن يطمع العامري. المركز الرابع شيان القادم لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، نيشان ووالم الثنين كيلو متر والم الانجازات على أرضية هذا الميدان، يعرف هذا الميدان والميدان كذلك يعرف والم. مرصاد قادم عبد الله بن سالم بن رميلة العامري قادم، راعي الشامخ وصل، راعي دريبح وصل، يقدم الواش، يقدم انتاج الفاخر عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري ورزام علي بن هلال بن محمد النعيمي، قادم النعيمي وشاهين سلطان بن حمد بن حميد الجنيبي قادم، والسراب مع بن شميل الخاطري، سعيد بن عميل بن شميل الخاطري. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المنطلقة والحاضرة. لكن لا زال مهول، لا زال بن بطحان المنصور يتكلم.
تقدم على المركز الاول محمد بن بطحان بن قران المنصوري. شوط الختام 1200 يا هالي الجعدان اللي قايه المهجنات الاصايل انتاج. يلا يا المنصوري يلا يا بن بطحان يا المنصوري. الكيلو الاخير الكيلو الخطير وصل رعيم سامح مع شراب سعيد بن عبيد بن شميل القاطري. والم 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 عامر بن محمد بن زايد المنصوري قادم مع والم على المركز الثالث. بن يطبع قادم بن يطبع قادم. والجنيبي قادم سلطان بن حمد الجنيبي راعي شاهين وبالمر قادم في هذه اللحظات مع الباز خالد بن المر بن حلوة وكذلك مرصاد مرصاد بالرميل العامري قادم. اللحظات الأخيرة المشيخي قادم خليفة بن حميد بن محمد المشيخي أول ندى لشعاره قادم مع الشامخ. لكن نعود إلى الصدارة. والم خذ موقعه والم خذ مركزه والم يا أبو زايد والم والأربعمية متر الأخيرة. قبل أسبوعين نفس هذا الشوط والإنجاز في ختام تمهيدي المرموم. يا سلام يا والم يضيف إنجازاته إلى إنجازاته. ذهب في ذهب يا والم والم في كل التحديات يا عامر يا بن محمد يا بن زايد يا المنصوري. سلام يا الظفرة سلام آخر يا شوات المرموم إلى الظفرة إلى أبو محمد إلى أبو زايد. تهانينا والناموس لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثاني اللي وصل لمرصاد لعبد الله بن سالم بن رميلة العامري. المركز الثالث شعار بن بطحان مع مهول محمد بن بطحان بن قران المنصوري. المركز الرابع جراح لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس شعار سعادة محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي مع منذر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. آخر أشواط المرموم في يوم اللقاية يأتي والم أشواط الانتاج يأتي ويسلم على أهالي الظفرة في شوط الختام 7:44 من الثانية. يضيف هذا الإنجاز إلى إنجازاته والحافلة دائما بالانتصارات. تهانينا والناموس لك يا ابو زايد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7:45 من الثانية مرصاد لعبد الله بن سالم بن رميلة العامري وصل على المركز الثاني. المركز الثالث مهول 7:45 من الثانية اللي وصلنا شعار محمد بن بطحان بن قران المنصوري. هكذا هي النتيجة.